كيف؟ أسوق عنك؟ إن شاء الله. هذه بعدها زعلانة وما راضية تتكلم معي، بس أنا عندي الطريقة. أقول بنت الراوي، لو سمحت اسمي هند. والحمد لله، نطق الحجر نطق. أقول بنت الراوي، قلت لك اسمي هند. عشان احنا ما خلطنا، لقب أبوك الراوي ما خلطنا. سلام، خليني ساكت أحسن. هو أحسن ما إنما أحسن. كيف يعني؟ قصدي يعني تتكلمين أحسن. إي نعم، ولما أتكلم ما يعجبك كلام وتقول عني ثرثارة. لكن أنت أحيانا لما تتكلمين تفتحي حنفية كلام ما تتسكر. لين ما فيك عداد، ولا كان بتجين الفواتير مرة ما يحتاج. لا والله، بالمرة قول لي طالع أشبه أبوي ما أحسن؟ خلي بالك بالدرب، خلي بالك بالدرب. ترى أبوك ما من شوية يوم سموه الراوي، كان الله يرحمه يفتح السالفة في صلالة ويخلصها في مسقط. شوف ود العسل، أنا لما وافقت وسمعت كلامك وجيت معاك مسقط، هذا ما معناه أنك تعيب على أبوي. لا أبداً، هذا الكلام ما أرضى فيه أبداً أبداً، وبتعتب.
انا ما قلت شيء، كنت مزح معاك يا هند الله يهديك. بعدين تعالي. خير. ليش انا ما زعل لما تناديني بلقب جدي العسل؟ ليش ما زعل؟ والله ما اعرف. صح، انت ليش ما تزعل؟ انا بقول لك، هذه الالقاب دليل على الصيت اللي نعرفه في شيابنا، وهذا شيء نعتز فيه ونفتخر. ايه؟ لكن ما خبرتيني. انت ليش زعلانه؟ بخبرك لما نوصل. أقول حارب، رشيد ما موجود، أقدر أكلمك شوية؟ قصر السالفة قصر السالفة، وقول إيش عندك. أنا بصراحة ما عاجبتني حالة رشيد ولدك، كل يوم يطلع لنا بسالفة. شفته كيف حالك شنب هذه المرة؟ شفته أبوي شفته، ولدش هذا كتب علم النفس هي اللي مجننتنا. شوفي لطيفة، أنا ترى اللي فيه مكفيني. انت بعدك زعلان على عمك العسل؟ الله يرحمه. زين يوم مات، اقصد يعني اقصد اقول يمكن في موته بيكون في حل لمشاكل الشركه اللي عندي. صحيح، ما قلت لي انت كم تورث؟ ما قارون اورث. بعده هذا الكلام يا انسان، معلش مستعجل انت؟ بعدنا نشوف المحامي هذا اللي اسمه نافع ايش يقول، وبعدين كم تورث. بعدين مستعجل، عندي موعد معاه. يلا عندنش. أقول حارب، أنت نسيت ولد عمك سلام؟ تعال بعد هذا الشبيكة بالمشاكل سلام، والله صحيح. زي سويت يوم ما خبرته عن وفاة عمك عيد، زي سويت. وأنا أعرفه هو وين الله يهديش، لكن أكيد في يوم من الأيام بيستعلم وبيجي. يلا ترى ايش عطلتيني يا غاية. زين ولدك رشيد ما بتكلمه؟ ما في بارد حاله هذا اليومين، لما برجع بيصير خير. فلتقرع طبول الحرب. سمعتوا؟ أنا أبوي لحقي على ويانش لا تكسر، لحقي لحقي فما الله. أنا بعدني ما فهمتك، أنت ليش بعت كل شيء وركبت راسك وقررت أنك ترجع مسقط؟ المكان واحد، وبعدين بصراحة يا هند أنا خايف عليك هناك، هني على الأقل معنا عم عيد العسل وولد عمي حارب بن عياد العسل. بس أنت وهم ما متصافين؟ ولو، هذا ما يمنع زيارتهم وتطيب خاطره. أنت تريد تجنني؟ عمك عيد طول عمره بخيل، وبعدين ود عمك حارب ما يطيقك، لا هو ولا حرمته لطيفة. أوهو، هذا الكلام الحين صار لسنين، والإنسان يتغير في لحظة. وبعدين يا أهل، الواحد ما يلا إلا أهله، وإحنا ترى الله سبحانه وتعالى ما رزقنا بأولاد. إيش نسوي إذا صار لي شيء بعيد الشر عني؟ لمن تريدين أخليك؟ كم مرة قلت لك لا تتكلم هذا الكلام عن نفسك؟ الله يخليك لي. هذا الكلام غاوي يا بنت الراوي. الله، مشينا؟ مشينا. يلا دخلنا يلا. ايش اللي جابكم انتم؟ وليش جايبين هذا معاكم؟ بصراحة حولتوا البيت إلى زريبة. اوف اوف منكم. ماله؟ على بطرتها مثل ما انت شايف؟ لا 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 يا هند، لا قدمي حسن النية. الحين احنا جايين متعنيين وتقابلنا بهذه الطريقة، يرضيك يعني كذا؟ لا يا بنت الراوي لا، لا تحكمين على الظروف بالظاهر. سبحان الله، يمكن عندهم شيء ولا شيء ولا مضايقة من شيء. قدم الخير قدم الخير. أقدم الخير؟ زين دخلوا بتشوف. تعال.
تدخلين خليك مبتسمة بشوشة، لا تنسى التاريخ العائلي العريق اللي بيننا وبينهم. وإحنا من جاب لنا المشاكل والإحراج والبهذلة غير هذا التاريخ العويق اللي أنت تتكلم عنه؟ قلنا لك العريق ما العويق. خلاص دخلي دخلي بس. ها آه خير تسمي، خليك مرة بشوشة. كيف يعني؟ إيش تباني أسوي؟ يعني كشخي، أقصد بتسمي. زين ها؟ هاي تخريعة، هاي ما 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 كشخة هاي. خلي يلا دخلي، تعالي تعالي. هاي هي سارة؟ ما أعرفها، تركت له وراحت. ليش راحت؟ هي اختفت بسرعة؟ ما أشوف حد هنيك. أيها وادر، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. حللتم أهلا ورحلتم سهلا. محدثكم رشيد بن حارب العسم. باين 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 من الخنفسان هاي اللي في وجهك. أنت العم سلام أليس كذلك؟ كذلك أبوي كذلك. وأنت العمة هند إذا لم تخن الذاكرة. أبوي كذلك 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 كذلك. تفضلوا تفضلوا قبل أن تقرع طبول الحرب. تعالي أبوي قبل لا تنقرع طبول الحرب. تعالي. وضع الشركة بهذه الطريقة ما يطمن. أنا لازم أتصرف بسرعة، وهذا المحامي لحد الحين ما وصل. أنا لازم أكلمه. انت بعدك في الشارع؟ انا من متى طالب منك يا اخي؟ يا حارب لا تنسني محامي، يعني ما اشتغل عندك. انت محامي عم العسم، وهنا عندي امور لازم اخلصها بسرعه. تعال يا اخي. طيب طيب انا جاي جاي الحين. هذا كله سكر فوشي. هذا النافع ما نافع ابدا. ولدهم رشيد ايش جاء؟ احيدا قبل كم سنة كان بخير، ما كان كذب؟ علمي علمك والله، الظهرنا في امور كثيرة تغيرت في تاريخ عائلتنا العويقة. قصدي العريقة. صبري بكلمة بكلمة. اقول ولد رشيد. نعم عمي سلام. اسأل، ابوك موجود؟ في مثل هذا الوقت بالتحديد يكون في الشركة، رغم أن الشركة صارت في خبر كان. إلا أنه لا زال يروح هناك، وهذا جيد أليس كذلك؟ كذلك 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 كذلك. عمي سلام. نعم. صافحني. تقول مصافحنا قبل شوي؟ صافحني مرة أخرى يا عمي سلام. إن شاء الله. حي الله. عبي سلام، البقية في حياتك. البقية في حياتي لله البقاء والدوام. لكن في من؟ في عمك وعم أبوي الشايب عيد. عم عيد توفى؟ لو قلت لك سنة حلوة يا جميل يعني عيد ميلادك، ولما أقول لك البقية في حياتك في عمك عيد يعني مات توفى. واضح؟ واضح أبوي واضح. بطل يدي لو سمحت، هلكتني يدينا عورتني. واضح. سلام. ها الظهر هذا مجنون، خل أبوي نطلع منه. يلا هي بالروح الله يهديك. احنا تونا واصلين بعدنا. أنا بسير عند حارب الشركة وانت تنتظرين هني. ايه ما تسير وتخليني بروحي هنا؟ هذيك بعد لطيفة خلتنا وراحت.
لازم ما عليه، تحملي شوية هل تحملي. فلتوا قرع طبول الحرب. سماح لا إلا الله. تنقرع أنت وياها الحرب أبوي، مالك فزعتنا الله يهديك. إيش مالك؟ شوفي اسمعيني، لا تقربين عندها أبدا، أها، ولا تكلميني لين ما أرجع، سمعتيني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولدك رشيد إيش اللي وصله لذي الحالة؟ القراءة طبعا، وهذا شيء زين. الإنسان كل ما كان مثقف يكون أحسن، ما مثل بعض الناس. إذا كان الجنون اللي في ولدك تسميه ثقافة، الله يغنينا عن هذه الثقافة، ما نريته. عن إذنك أروح أتصل بالخياط أشوف إذا كان مجهز الفستان ولا لا. شوف هذه ودرتني مرة ثانية. العمة هند، بغيت أسألك سؤال. اسمع يا ولد الناس، أنا جالسة هنا أنتظر سلام لين ما يرجع من عند أبوك، فأرجوك أرجوك لا تسألني ولا أسألك. أنت تعتقدي أني مجنون؟ لا أبدا، عاقل عاقل وما حد عقل عنك. إيش هو مقياس العقل يا عم هند؟ خير أبوي؟ إيش قلت؟ العقل أكيد له مقياس. الحمد لله رجع لك صالح الرأي. وصالح الرأي في أننا نتفهم حقيقة الأشياء ونتعامل معها بواقعية، أليس كذلك؟ كذلك كذلك. والواقعية في أن نرضى بالحالة اللي احنا فيها بدون تصنع. أكيد أكيد. والتصنع حالة مرضية لأشخاص لا زالوا يعيشوا الماضي المرفع. من هم؟ أصحاب الأقنعة المكشوفة. وأنا مالي ومالهم؟ أنت بتتعاملي معهم فلازم تكوني مستعدة. أستعد لإيش؟ للحرب. ما تسمعيني أقول فلتقرع طبول الحرب. إيش هذه الورطة؟ لا والله أمك ارحم. هينك يا سلام. أنت إيش اللي جابك؟ أنا السيارة جابتني. أنت فاهم معنى كلامي؟ عفو عليك يا حارب، كلاك تلاقي أولاد العمومة. وين الحمد لله على سلامتك؟ وين المناشدة واخذ الأخبار والعلوم؟ ماشي علوم؟ إيش علومك أنت؟ إيش أبويا هذه مقدمات ما لها مكان في هذا الزمن. عفا عليك يا حرام. لا 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 لا، الظاهر أنت بعدك ماخذ بخاطرك مني والمشاحنات اللي كانت بيننا أيام الشباب. تكلم عن نفسك. أما أنا طول عمري شباب. الله يديم عليك إن شاء الله بالخير. أنا اللي أقصده يا أخوي إن الخلافات اللي بيننا المفروض تكون انتهت، وإن المسائل باختصار باختصار. أنت إيش بغيت بالضبط؟ لا يكون بعدك جاي تقول إنك جاي تطمن علي أو شيء. تبغى الصدق؟ نعم. بعد ما مات عمك العسم؟ والله ما كنت تعرف إنه ميت، بس ولدك رشيد خبرني قبل شوي وحرمت هناك عندكم.
رحتوا بيتنا بعد؟ خير ان شاء الله، مالك مستغرب؟ وكأنك تقول سرقتوا بيتنا بعد؟ سلام سلام سلام. انت ايش اللي جابك في هذا الوقت؟ انا مهما اكدت لك وكررت ما بتصدقني. صورة سلام في راسك ما تغيرت يا حار. سلام اللي كان يسبب لك المشاكل ويورطك ويخليك تنضرب على راسك مثل سنور الحارة، صدقني تغير يا حار. انا بصدقك اذا عرفت سبب التغيير. الايام غيرتني، ويمكن لما غبت عنكم هو السبب. وغير هذا الكلام؟ ويمكن الله هداني ولما عرفت نادية الناس سببت لي مشاكل ايضا تغيرت. وايش بعد؟ ويمكن احس اني شيبت واني في اخر ايام عمري. ويمكن يكون الطمع هو اللي غيرك. الطمع؟ طبعا الطمع. اسمع يا سلام، ترى انا ما تمشي معي سالفة تغيرت وتغيرت. ها زين، واطمع في ايش منك؟ في عمك العسم. الله يرحمه. ايوه الله يرحمه، لانه مات ولانك دائم الخلاف معاه، ولاني انا دائما اوقف معاه وساعده، فانا احق بكل ممتلكاته. ومن قال لك اني انا افكر بهذه الطريقه؟ سلام، انا ترى هذه المراوغه ما تمشي علي. اعرفك انك حسيني، ولا تبغاني اذكرك بماضيك؟ بدون ما تذكرني، انا الحين انسان ثاني، انا تغيرت والحمد لله. ما علي انا هذا الكلام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني ماشي فايده؟ ايوه ماشي فايده. ويكون في علمك، ما دام انك انت تغيرت، انا بعد تغيرت واستويت انسان ثاني، ما هو هذاك الانسان اللي كنت تضحك عليه. واضح هذا الكلام؟ واضح يا حارب واضح. وتذكر اني جيتك ورديتني. تفضل تفضل. نحن ما جايين عندكم لهذا السبب. تريدي تفهميني ان الشوق هو اللي جابكم؟ لا انا ما قلت كذا، بس سالفة ورث العام عيد نحن ما عندنا خبر عنها. يمكن تكوني انتي ما تعرفيها، اما زوجك الثعلب اكيد يعرفها. حدك عاد، كل شيء ولا زوجي سلام. الظاهر انه اثر عليك وخلاكي مثله. انت ايش جالسه تقولي؟ ها مساكين جايبين كمين غنمه وقالوا خلاص بتمشي عليهم الحيله. يكون في علمك عاد، سلام عنده خير الحين، ونحن ما محتاجين لا لورث عمه ولا لفلوس حد. خلاص، واحنا بعد ما محتاجين منكم شيء. واقول لك اياها على المكشوف، ما اريد اشوف وجوهكم هنا مره ثانيه، فاهمه؟ فهمتي سؤالي الحين يا العم هند؟ سؤال ايش انت الثاني؟ العم هند. نعم. سألتك إيش هو مقياس العقل؟ مقياس العقل أن نفهم حقيقة الناس اللي نتعامل معهم. بس أمك فهمتنا غلط، نحن ما جايبنا عندكم الطمع مثل ما قالت. إذا أنتوا فهمتوا أبوي وأمي غلط. عندك حق، أنت صح.
هذا انت طبيعي الحين يا رشيد. يا ريت اقدر اخليكم تجلسوا معانا زياده، كان امور كثيره بتتغير. اخر قهر، اخر قهر، اخر شيء كنت اتوقع انك تطردني يا حارم، وانا اللي جايدك بطيبه قلب وابغى افتح معك صفحه جديده. الله يا الدنيا، لما كنت ابهدله واتعامل معاه وادخله فرطات كان يعاملني احسن، والحين لكن الشرها ما عليك، الشرها ما عليك يا حارم. حارب ما سمعك كلامي نغص عليك. يا سلام، يا ما نصحتك قلت لك وما سمعتني. أنا أعرف كيف تكون حالتك لما تزعل من شيء، أعرف إنك تتعب. إيش رأيش تكلمي وتطمني عليه؟ ايش هذه الحالة؟ الناس ما تعرف آلة السحب إلا نهاية الشهر. أروح ولا أنتظر؟ أروح ولا أنتظر؟ البنك داخل مزحوب وهني الحالة ما تسر، لكن يلا ما عليه بنتظر. السلام عليكم الأخ. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي، أنا ما أريد إزعاجك، بس الشاهد الله، يوم شفت وجهك شفت فيه السماحة والبشر. أي سماحة وأي بشر، وأنا رجال معصب. الرجال مخابر وليس مظاهر، وإنت باين عليك معدنك طيب. خير أخوي، تفضل، إيش في خاطرك؟ إن 5 ريالات بس، الله يستر عليك، محتاج لهم بصورة عاجلة. البنت عندي مريضة وباغى أوديها العيادة، الله يستر عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. حسن، اللي يشوف بليد غيره تهون عليه بليد. خير ان شاء الله بعد من هذا الحين. من يا ريتك ما طردته يا حار، استعجلت. ايش تبغاني اسوي يعني؟ تبغاني اخذه بالاحضان علشان ياخذ الاولي والتالي؟ يا حارب سلام. سلام، انا عفوا زين، وقلت لك باللي سواه قبل. هي بس لكن عشان مصلحتك كان مفروض شوية تتنازل. نافع، ايش السالفة؟ لا يكون انت بعد. لا يكون ايش يا بني ادم؟ بتشك في انا بعد؟ اشك فيك؟ شوف، بعيد الكلام مرة ثانية، دور على سلام أحسن لك، ولازم تحصله قبل ما يختفي كالعادة. وليش أدور علي؟ ليش قل لي؟ مصلحتك، ولا تراك ما بتحصل ولا بيسة واحدة من تركة عمك عيد العسم إلا بوجود سلام. ليش تقول؟ إيش من كلام هذا؟